حاجات يعني انا والله انا لما بسمعها انا بقول ازاي طلعت من بقها كلام زي ده. كان بيجي كل فترة كده حد بيجي يتكلم، لكن انا محتاجة ان انا اوصل معاكم المعنى ده، سواء انت متزوجة وحصل الامر ده اللي هو عنوان البث التخيلات الجنسية او مع البنات. معلش سامحوني، ويا بنات ويا زوجات يا اللي بتسمعوني، ركزوا معايا في الكلام اللي انا هقوله لك ده. التخيلات الجنسية لو هتكلم على البنات، بصي اي فكرة بتيجي وبتتركيها بتبقى عزم فإرادة ففعل، كلام ابن القيم. فأي خاطرة رديئة تجيلك في الأمر ده ادفعيها، أنا بقول لك أهو ادفعيها وما تسترسليش فيها، لأن كتر الاسترسال فيها مخ ذات نفسه بيعمل نوع من أنواع اللذة والاستمتاع، فيبقى عايز خلاص، بقت واردة، بقت عزيمة، بقت إرادة بتنفذيها أيا كان شكل التنفيذ. مخاطر الفعل دوت وانت كبنت نتيجة للتخيلات الجنسية أو أحلام اليقظة اللي انت فيها، ده مش صح خالص عليكي كبنت. وكتير جدا وسمعتها من دكتورة نسا وتوليد، وناس تقول لك لا ما بيحصلش، لا مش عارفة ايه، والله سمعتها يعني لا قدر الله ممكن ما تبقيش بنت. وده أنا الدكتورة لسه موجودة وهي قالت لي في بعض الحالات حصل كده. طيب احنا ليه نعرض نفسنا لمواطن شبهة أو لأماكن أو لأفعال لحاجات تشوفيها بعينك أو أفلام أو استغفر الله بوستات أو تستغفر الله يبقى علاقة محرمة وتسترسلي فيها في حرام فتزداد التخيلات الجنسية فتقعدي كلام غلط؟ والله غلط، والله يا بنتي حرام وتحاسبي عليه. الفكر ذات نفسه والقلب ذات نفسه لو مش مع اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى تحاسبي عليه. سامحوني ان انا بتكلم في حاجه زي كده، معلش هحاول بقدر المستطاع يبقى الكلام محترم عشان خاطر احنا ننقذ بناتنا. انا بكلمكم من واقع امر انا لسه يعني مخلصاه حالا مع ناس، ويعني النوعين موجودين، البنت اللي لسه ما اتجوزتش واللي متجوزه. طيب تعالوا بقى، يعني انا يعني البنات، بصي يا تشغلي نفسك ما تقعديش لحالك، اشغلي وقت فراغك، روحي عمل تطوعي، انزلي مقرأة، اعملي مجهود بدني وروقي، واعملي بدل ما تخلي لك لوكي صحبه صالحه معاكي تعمل الامر دوت وتعينك على الامر ده. لكن يا بنت الحلال تسيبي نفسك للتخيلات حرام، تسيبي نفسك للامر وبعدين تسمعي الكلام وتقول لك ايه ده الدكتوره اللي قالت، منها لله، حسبي الله ونعم الله عليها، من الله ما تستحق، إيه إيه إيه، لا 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 فاهمين دين ولا فاهمين كذا، وكل واحد لا 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 ولا في ديانة حللت حاجة زي كده. خلينا نقول إن ما في دين حلل حاجة زي كده، فأنت تسيبي نفسك للتخيلات أو الشات أو إنك تتفرجي على حاجة تثير شهوتك وما تعرفيش إنك أنت تعمليها، ده حرام، تحاسبي عليه. احفظي نفسك واحفظي حالي وادعي ربنا بالزوج التقي الصالح، وصومي فإن الصوم وجاء من استطاع منكم الباء، طب ما فيش فليصوم، فالصوم له وجاء، حسن، وادعي ربنا سبحانه وتعالى. ولا تفعلي هذا الامر ابدا، لا هتستلذي بزوج بعد كده ولا هتعرفي تعيشي علاقه خاصه بالزوج سليمه، وبيجوا بيتعالجوا لان هي تعودت على امر معين بشكل معين. غلط يا بنتي غلط، انا بقول لك اهو. سهلوا الزواج، سهلوا الحلال، ابوس ايديكوا او احب على راسكوا، سهلوا الحلال، يسروا على الشباب، سهلوا لهم الزواج الحلال. يا امهات يا اباء، انصحوا عيالكم، ما تتكسفيش يا بنتي، وافتحي مع بنتك الكلام ده وشوفي، بدل ما تروح تاخد صاحبتها وتروح للدكتوره وتشوف نفسها ما اعرفش ايه والتانيه نفس الكلام. نيجي بقى للزوجات، تقول لك زوجها فرض عليها، سواء زوجها فرض عليها او هي اللي بتعيش الامر دوت، مش هتعرفي تستمتعي في العلاقه طول ما انت في دماغكم الكلام ده. يقول لك ايه، هي تتخيل حاجات محرمه، ما تحاسب، ما هو انت بتتخيل حاجه حرام ان دي مش زوجتك وان دي مش عارفه مين ومين ومين واي مسمى انا مش هقول علشان ما اكونش بنشر الامر ده، لكن مجرد انك انت تطلب منها شيء زي دوت، ما انت تحاسب على كده. لا طب ما يا عم، ما هي الزوجه موجوده اهو، ليه تجيبوا شخصيات مختلفه؟ ليه تجيب حد من بره زوجتك ولا من بره كذا وتقسموا؟ والله يا جماعه تقسموا. الله، هي وصلنا لكده؟ لا، الاسلام عنده مبدا سد الذرائع، انك انت الامر ده هيجيب بلوى بعد كده، لانها بتبقى فكره فعزيمه فاراده ففعل. والتخيلات الشاذه، التخيلات اللي
الاسلام امرنا بسد الذرائع، الاسلام امرنا بكده، ان لو حاجه هتجيب لك مصيبه بعديها فيجي يعمل تخيلات جنسيه محرمه او حاجات معزولك معها معزوك، ما هي محرمه، ما هي محرمه اصلا، فانت ليه بتعمل حاجه زي كده؟ انت ليه بتعمل حاجه زي كده؟ وبعدين بعد ما اما يطلب منها امر زي دوت ويتم الامر يرفض، خلاص المخ اتبرمج ان هو لا يستمتع الا بهذا الشكل وهذه القصه الخياليه الشاذه او مش طبيعيه وضد الفطره. ما هي ضد الفطره، انت بتتخيل واحده خلاف زوجتك يا ابني وبتطلب انها تعمل نفسها مش عارفه ليه يا ابني كده؟ ما دام الصح مين اللي قال لكم الكلام ده؟ لك في مواقع لكده، يا لهي يا ربي يتقفلوا، ولهي كل الحرام ده يتقفل، يعني حسبي الله ونعم الوكيل بجد. وبعد ما يحصل الامر دوت تيجي في الاخر تقول لا اصل انا مش مستمتع معاها، ويروح بقى التخيلات دي لو زوجته ما استجابتش معاه يروح بقى بره ويروح ما اعرفش فين. طب اصل انا مكالمه تليفون بس، واستغفر الله فعل الحرام، والفعل الحرام فيها يعني فين؟ ربنا شايفكم وسامعكم، الله شايفكم انتوا بتعملوا كده، الله شايفك وانت بتعمل دوت. وكان بدايتها اصل انا كنت عايز ان انا اغير، اصل في برود ايه وبتاع ايه وكلام فاضي ايه، والله يقبل الله الا نكون كل الخير في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وش واي فكره ضد الفطره ما يستمتع بها العبد. فليه كده؟ ليه كده؟ وتبقى وصلت تقول لك خلاص انا وصلت، انا كرهته، انا كرهته، هو يقول لك منع نفسها عني، تقولي ما هو بسبب انه بيقعد يقول لي اعملي كذا وقولي كذا وقولي كذا، فكرهته مش عايزه ترجع. الله، ويرجع وفي الاول وفي الاخر نرجع نقول اصل هي ما انت اللي عملت في نفسك كده، وانت خلاص ما بقيتش قابلها اصلا، انت مع اللي بتقول لك اكتر وبتزود التخيلات معاك وبتعمل التخيلات معاك، وده حرام يا جماعه، ده حرام. ديننا امرنا بسد الذرائع، انا بقول لكم اهو الدين امرك بسد الذرائع، فمن فضلكم من الله اللي بيبعد قيد الملة عن الله سبحانه وتعالى. ديت هتفصل عندي، فمن فضلكم يا جماعة لو سمحتم نرجع للكتاب والسنة، نرجع للكتاب والسنة. الامر ده وخصوصا الامر ده بين الزوجين امر خاص جدا، لا ينفع ان انا اطلعه ده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان واحد جامع زوجته وطلع يقول لاصحابه كان شيطان قارع شيطانه، جامع شيطان على قارعه الطريق، والناس ينظرون. دي من الحاجات اللي لازم تستر، ودي الحاجات اللي الفطره هي اللي موجوده، الفطره هي اللي موجوده. لكن استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اسمع كلام فلانه ولا اسمع اصل مش عارفه فلانه قالت ايه، او يحق لكم يا بنات إيه خلاص امال هتعملي ايه وهتعملي في نفسك ايه، يلا بقى إيه روحي التخيلات واعملي مع نفسك وحالك، استغفر الله. ليه يا جماعه كده؟ ليه وانت يا ابني تزوجت؟ اقلم دماغك ان ما في بركه الا في طاعه ربنا، واللي النبي عليه السلام قال عليه سم الله وتستعيذ، الله والله مسألك خيرا وخير ما جبلت علي، واعوذ بك من شرها شر ما جبلت علي، انا اعوذ بك من همزات الشيطان، ربي اعوذ بك رب الرحمن، اعوذ بالله السميع العليم، وسمي وسمي. لكن تعرض زوجتك لحاجه زي كده وانت تعرضي نفسك لحاجه زي كده، لا هيستمتع، وانا بقولها لك اهو بقولها لك اهو، لا هتستمتع مع الزوج الله لو اتجوزت 200 مره، طالما انت في دماغك التخيلات الشاذه الوحشه دي. وانت يا ابني وانت يا ابني الله يصلح حالك، انت يا كل زوج اسمعوني اوعى تعمل كده مع زوجتك، هتكرهك وهتعمل وهتيجي فتره حتى لو استجابت لك علشان بتحبك، هتيجي لك فتره وهتبص تلاقي نفسك خلاص هي خلاص كره، لان هي الزوجه عايزه تبقى هي بس اللي في دماغك، مش انت عملت تجيب لها تخيلات جنسيه، تخيلات استغفر الله وحاجات محرمه وحاجات كذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم ويحفظكم ويديم عليكم المودة والرحمة، اللهم أمين. هاخد يعني سؤالين ثلاثة وكفاية، عشان أنا إيه يعني لسه طالعة من جلسة طلاق وعمالين بقى نصالح في الزوج والزوجة وخناقات جامدة يعني، فبالراحة بقى خلينا نشوف الأسئلة. شكرا ليك والله، ربنا ينفع بينا وبيك، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك يا حبيب يا حبيب، جزاك الله خيرا، موضوعك راحة نفسية، الله يبارك لك يا حبيبة يا رب، بارك الله فيكم. طب كلها ادعيه؟ تمام، الكلام اللي انا قلته ده ارجع مهبه الله، ممكن حاجه تلخيص بسرعه او نبذه بسرعه مش فاهمه، لا بقى ارجعي اللايف من اوله انا هقفله اهو، وارجعي له، شفت خالتك انا خلاص مش قادره خلاص بجد.
خلاص بقى نفسي بيروح وما بقدرش اقعد فتره طويله. الله سبحانه وتعالى بتمام الشفاء والعافيه، اللهم امين. كمان اراكم على خير وبس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.